ايه الصور اللي في القرآن الكريم اللي اتذكر فيها الجبال؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله عليها أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الله عز وجل ذكر الجبال في القرآن الكريم أكثر من 40 مرة. أربعين مرة. الأربعين مرة 34 مرة بصيغة الجمع، وست مرات فقط بصيغة المفرد. زي إيه؟ ربنا في القرآن يقول أفلا ينظرون إلى الجبال كيف خلقت، فهنا بالجمع، ممكن يأتي بالمفرد. زي إيه؟ لما سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. 34 بصيغة الجمع وردت في سورة البقرة وفي آل عمران وفي خواتيم سورة الأحزاب، ورد في سورة الغاشية آيات كثيرة جدا كلمت عن الجبال وكيف أنها خلق عظيم. لاحظت في القرآن الكريم أن ربنا لما بيتكلم عن الجبال في الدنيا يتكلم عن العظمة والصلابة والقوة، لما يجي يتكلم عنها مع بداية أحداث يوم القيامة يتكلم عن الضعف والنسف وأنها كالعين وأنها هينة أمام قدرة الله عز وجل. طب إيه الحكمة؟ الحكمة عشان لها وظيفة. أول ما جت أحداث يوم القيامة انتهت وظيفتها. إيه وظيفة الجبال؟ إيه الوظيفة طيب؟ وظيفة الجبال أنها أوتاد للأرض. أوتاد. الوتد هو إيه حضرتك؟ الوتد قطعة خشبية مدببة نغرسها في الأرض، الشيء اللي يخلي الأرض مستقرة ثابتة. يعني ثابتة. بس هو كلمة الوتد بس عشان ولادنا. قطعة خشبية طويلة لها سن بنثبتها في الأرض، تلتينها في الأرض من تحت والتلت هو اللي ظاهر، نربط فيها الأنعام فهي بتثبت. فهي الله عز وجل جعل الجبال أوتادا للأرض. قال الله عز وجل والجبال أوتادا، قال الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، عشان الأرض لا تميد ربنا ثبتها بالجبال، فجعل الجبال وظيفتها أوتاد ورواسي.